والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بداية يا الأخوة اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخوة والأخوات الذين منحوني هذه الثقة القالية في الاستحقاق البلد لسنة 2014، وأتمنى في الحقيقة أن أكون عند حسن ظن هذه الأصوات القالية التي كانت في الحقيقة في 2010 نبراسا في طريق العمل المخلص، والذي كان طبعا في خدمة أهالي الدائرة الخامسة سابقا وحاليا الدائرة الرابعة. وهذه الثقة القالية بالفوز الكبير في الحقيقة، وهذه الأصوات الكبيرة دلت على شيء، فإنما تدل في الحقيقة على الثقة التي يجب أن أعاهدكم أولا أنني سوف أعاهد الله سبحانه وتعالى، وثم أعاهدكم بأنني سوف أكون مخلصا لهذه المنطقة، وسوف أن أكون مخلص لجميع أهالي هذه المنطقة بكل طوائفها وبكل تلاوينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إخواني الأعزاء، ولا يسعني إلا أن أتقدم أيضا بجزيل الشكر إلى أهالي مجمعات الجديدة التي أضيفت على الدائرة الخامسة وأصبحت الدائرة الرابعة، والذين أيضا منحوني الثقة بأصواتهم القالية. صحيح لم يكون هناك عمل مباشر ولصيق بهم في الفترة السنوات الأربع الماضية، ولكن أنا أعتقد بأن خلال الفترة الماضية والإنجازات التي وفقنا الله سبحانه وتعالى في تقديمها من خدمات لأهالي الدائرة الخامسة التي أصبحت الآن الدائرة الرابعة، هي من جعل أصحاب أهالي الدائرة مجمع 212 ومجمع 207 الكرام أن يمنحوني هذه الثقة القالية. فيجب في الحقيقة أن أخلص لهذه الأصوات القالية، وأن أكون طبعا أعاهدهم هم أيضا بأنني سوف أخلص لهم خلال المرحلة القادمة. إخواني الأعزاء، طبعا في هذه المناسبة أيضا أبارك للأخ سعادة النائب عيسى الكوهجي خلال الاستحقاق النيابي، وأتمنى له التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أيضا في خدمة أهالي هذه الدائرة. إخواني الأعزاء، التحديات كبيرة أمامنا في عمل المجلس البلدي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يذلل جميع الصعاب أمامنا في الفترة القادمة. وأنا أعلم بأن هناك طموحات كبيرة وهناك مطالب كثيرة يتمنى المرء
أن يتحقق، ولكنه لكن هناك طبعا تحديات يجب أن نتحدث عنها خلال الفترة القادمة. سوف أكون طبعا قريب من الأهالي، سوف أكون منفتح وشفاف، وأنا أستقرب في الحقيقة لبعض الأصوات النشاز التي حاولت أن تعكر صف العرس الانتخابي الذي شهدته مملكة البحرين من خلال الإشاعات المغرضة ومن خلال الدعايات التي حاولت أن تشوه بعض طبعا المرشحين. طبعا تعرضت لكثير من الإشاعات المغرضة، تعرضت لكثير من محاولة التشويه، ولكن التوفيق من الله سبحانه، وثقتكم أنتم وثقت أهالي الدائرة جميعا هي التي طبعا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وصلتنا إلى هذا الفوز، والذي طبعا اعتبره البعض بعضا فوزا كاسح لم يتحقق مثله في محافظة المحرر. وطبعا أنا شاكر لكم جزيل الشكر هذا الحضور المقطوع النظير، وأتمنى التوفيق لجميع المرشحين في الإعادات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأتمنى أن لا تتركوني خلال المرحلة القادمة، وأن أستفيد من خبراتكم، وأن أستفيد من نصائحكم، وأن أستفيد من طموحاتكم. وأتمنى خلال المرحلة القادمة سوف يكون مجلس المرباطي مفتوح كل ليلة خميس إن شاء الله لاستقبال الأهالي على مدار الأربع أعوام، إن وفقنا وإن أمدد الله سبحانه وتعالى في حياتنا جميعا. نتمنى أن نرى مثل هذه اللقاءات، لقاءات المحبة، لقاءات المودة، حيث كنت أبتهج في الحقيقة أخواني الأعزاء عندما أرى الإنسان مبتهج، وكنت أسرر عندما أكون أرى إنسان طبعا فرحان. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، ومشكورين إخواني على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة بنستمتع إن شاء الله الحين مع فرقة الليوة على شعبية والعشر بعد إن شاء الله، فخلكم إن شاء الله. إخواني كلمة شكر يجب أن تقال في الحقيقة للفريق الذي عمل ليل نهار ولم يكل ولم يمل في الحقيقة. فريقنا كان فريق مميز في أدائه وفي العطاء، وهو طبعا فضل الله سبحانه وتعالى هو السبب في إيصالي إلى هذا المقعد، وأتمنى له التوفيق، وأتمنى أن يوصل معي خلال السنوات القادمة، وأقدم له الشكر الجزيل. مشكورين يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الجمهور جمهور محرق يشجعون، انه واحد دائما يجيكم بقلب مفتوح. اليوم انا فرحان صراحه، عرس وذا القاضي بس يقدر يقول انه لو قال قليل على الشعب المحرق. دائما انا لما اجي محرق ارتاح اكثر من اماكن كلها في مملكه البحرين. وجودكم ويانا اليوم فخر، وأنا بالنيابة عن إخواني أشكر دائرة الرابعة اللي وقفتكم ويانا، وإحنا مستعدين اللي نقدر عليه إن نسوي لكم. شغلة النيابي وشغلة البلدي شغلة كبيرة على الإخوان، لكن وقفتكم ومعلوماتكم تواصلكم باستمرار مهم، فأرجو منكم التواصل مع الأخ غازي والأخ عيسى كهجي باستمرار، وإذا في أي شيء إحنا تحت أمركم سواء كان صوب البلدي أو صوب النيابي. وأنا شاكر لكم اليوم على حضوركم. وصل العمد
ديرة فادي عن جاري جنجان.